مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بعد نقاش طويل ما بين علماء النفس اثبتوا ندره وجود الحب الغير مشروط بين البشر اي حد بيحبك هناك سبب ولو كان دفين بيحبك عشانه وقالوا قد يتوفر الحب الغير مشروط بوفره عند الامهات لكن اللي يقينا بيحبك حب غير مشروط هو ربك اللي قال للعبد عبدي خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن أفيعييني يتعبني أفيعيني رغيف أسوقه لك. عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق فإن أنت خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك الله لا يعامل العباد بأخلاقهم بل بصفاته الشريفة ولا يوقف تدبيره وقيوميته لأرزاقهم على أحوالهم وعبادتهم لكنه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. فلو فهم العبد هذه الرحمه الالهيه كل ما يقصر في الصلاه يتوب الى الله ويزداد حياء ويفر الى باب الله. وان لم يفهم العبد هذه الرحمه الالهيه كل ما يقصر في الصلاه يجد ان حياته لا تتاثر. الارزاق ماشيه، الصحه تمام، والدعوات بتستجاب والانجازات بتتم. ولو فتش هيلاقي ان في انوار منطفئه في قلبه بسبب تركه لركن الاسلام الاول الصلاه، وبسبب انه فاتح على نفسه باب فتنة الزهد في الصلاه. مواقف بيتعرض لها البني ادم وحاجات بيشوفها في حياته وأحوال بتعدي على قلبه ممكن تخليه مفتون في أهمية الصلاة في حياته زاهد فيها كده بيسوف هبقى صلي في مرحلة تانية ويعيش مطمئن ودي فتنة النهاردة والباب المخيف اللي هنحاول نقفش عليه على رأس المواقف دي إن واحد يحاول يصلي ويواظب وما يلاقيش مشاعر الخشوع اللي الناس كلها بتتكلم عليها والراحة النفسية والبكاء في السجود فيحس كده من جواه ان هو يعني ايه مش مش منطقتي الصلاه دي مش عارف اعمل زيكم وهنا العلماء يقولوا ما تسيبش الصلاه لو انت مش حاسس بالخشوع ابن عطاء الله يقول كده لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه فان غفلتك عن وجود ذكره ما بيصليش خالص اشد من غفلتك في وجود ذكره لا صلي وانت مش خاشع من ضمن الحاجات الثانيه ان واحد يحس انه لما بيصلي صلاته ما بتاثرش عليه لا على أخلاقه ولا على راحته النفسية ولا على سعة الرزق مثلا ولما سيدنا النبي تسأل عليه الصلاة والسلام على الإنسان بيصلي وبيرتكب بعض الكبائر قال ستنهاه صلاته يوما يقينا لها مفعول فالنبي قال عليه الصلاة والسلام وربنا قال فصدقهم من ضمن المواقف اللي بتفتن الإنسان وتخليه عنده زهد كده في الصلاة إنه يتعامل مع إنسان مصلي اخلاقه منفرة جدا زبيبه الصلاه قد كده لكنه يعني قمه في الغضب وقمه في الغيبه وياكل مال النبي زي ما بيقولوا في المثل المشهور كانت البنت بتقول اشتغلت في شركه مديرها شكله جذاب جدا من بره بيصلي الفرض بفرضه بيتكلم بالدين ولما اتعاملت معاه عن قرب بيغتاب كل المديرين اللي زيه طالب مني اجيب اخبار الناس وابقى شغاله عصفوره بيغش في كلامه وبيكذب قدامي وهو عارف ان انا عارف ان هو كذاب وبيكذب عشان يبيع سلعه معينه كده ويضحك على العملاء وبعدين يقوم عايز اقوم اصلي ده فعلا فتنه للذين امنوا يزهد اي حد في الصلاه بس بالمناسبه اللي يحصل معاه اللقطه دي محتاج ان هو يفتكر لما ربنا قال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا ينبئكم بما كنتم تعملون مش معنى ان في واحد بيصلي ومش كويس ان ده يفتني في ديني ويخليني ازهد في الصلاه واخرها بعدين انت مش عارف ان ربك قال فويل للمصلين في صنف من المصلين ربنا قال ويل ليه بعض العلماء يقول ساهين عن اثر صلاتهم في الحياه من ضمن الحاجات اللي بتخلي الانسان يزهد في الصلاه وتوقفه على باب فتنه الزهد في الصلاه إن يبقى عنده كرب ويدعي جوه الصلاة والكرب لسه ما اترفعش. فيحس بعدم أثر اللجوء إلى الله في الصلاة فيترك الصلاة خالص. وده عكس اللي النبي علمه للصحابة. دخل النبي على أبو أمامة في المسجد لقاه قاعد كده بيدعي ومهموم. قاعد في المسجد بيصلي. فقال له مالك؟ فقال له يا رسول الله ديون لزمتني وهموم. فقال ألا أعلمك كلمات؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال فلازلت أدعو بها حتى رفع الله عني همي وقضى عني دين فاللي عنده كرب مش يسيب ربنا اللي عنده كرب يدعي أكثر. يعني واحد عنده أزمة فيسيب الوصل مع ملك الملوك صاحب المدد فالمواقف دي لو الإنسان ما خدش باله من تأثيرها عليه تؤثر جدا في نظرته الزاهدة لأثر الصلاة في حياته وممكن يبدأ يسيب الصلاة علشان الواحد عقله يستجيب ويطمئن لترك الصلاة وتسويفها وتأجيلها لمرحلة تانية من حياته وهو مطمن لازم يستجيب لشوية كده أفكار عقلية تبدو أنها منطقية يستخدمها العقل كتبرير عشان يسكت صوت قلبه اللي بينده على ربنا وعلى الوصل مع ربنا على راس الحوار الداخلي والصوت الداخلي ده انك انت تلاقي حد من جواك كده يقول انت مش مقبول ولو كنت مقبول كان وفقك للخشوع وشرح صدرك للصلاه و... ولو لك على حاجه انت ما تسمحليش اني اقول لك انت صلاتك مش مقبوله على فكره ليه تسمح للشيطان ما هو الفكره دي فكره شيطانيه اسمها الوارد الشيطاني الوسوسة وفيها تألي على الله الشيطان بيلعب دور وكأنه مرسال لقلبك من ربنا أن أنت مش مقبول ما تصدقوش اسمه الغرور الخادع من ضمن الأصوات الداخلية والحوار اللي لازم ترد عليه برضو إنك لما تشوف واحد أخلاقه وحشة وهو بيصلي تقول على فكرة الصلاة مش أهم حاجة في الدين مهم الأخلاق واللي أخلاقه كويسة هيسبق اللي بيصلي واحدة واحدة كلامك قريب من الصح بس مش كامل وإحنا هنا محتاجين نرجع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي قال آه الأصل في الدين الأخلاق والصلاة يوم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وهو اللي قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة العمود ده هو عند العرب عمود الخيمة اللي بتسند عليها الخيمة من غيرها تطير مع أي شوية هواء بسيطة فنرجع لسيدنا النبي يقول لك طبعا أخلاقك وجنبها الصلاة وعايز أقول لك على حاجة تانية أنت بتقول مش أهم حاجة في الدين أو الصوت اللي جواك مش أهم حاجة في الدين الصلاة المهم الأخلاق التاني اللي بيصلي وبيأكل مال الناس وبيفتري عليهم بيقول زيك كده مش اهم حاجه في الدين الاخلاق المهم الصلاه عشان ربنا فانت بتنكر حاجه برضه هو بينكرها عليك عشان كده احسن صوت في الاثنين ان انا التزم باللي ربنا قال عليه وابقى بصلي وكمان عندي ود مع الخلق وبحافظ على الحقوق من الاصوات الداخليه اللي لازم تسمعها كويس بوعي وترد عليها صوت تسويف الصلاه واحد حاول يصلي وبعدين كان بيقطع حاول يخشع وما عرفش فقال طيب بعدين أنا هتفرغ للصلاة لما أكبر شوية واحتكاكاتي بالبشر اللي كلها صراعات دي تقل وابقى مع ربنا كده. هذا التسويف فعلا فعلا جندي من جنود ابليس. وصوت داخلي كله وسوسة. ولما ربنا اتكلم على مسألة الصلاة قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الصلوات الخمسة. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ما تقولش بعدين لما أكبر وأستقر الصوت ده هيخليك تزهد فعلا في الصلاه دلوقتي، ويخليك تفتح باب فتنة بعدين وانت مطمن هبقى اصلي. لدرجة إن الآية بعد كده بتقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ده اللي كان سايب الصدقة بيقول يا رب رجعني أتصدق، أمال اللي سايب ركن الإسلام الأول الصلاة هيقول إيه؟ فلما الصوت الداخلي بتاع التسويف ده هبقى اصلي بعدين لما الدنيا تهدى كده واحتكاكاتي تقل واكبر شويه في السن وابقى مع ربنا تعرف إنه الشيطان وانت مش ضامن عمرك ولا انا ولا انت. فخد بالك من الحوار الداخلي ده واسمعه كويس بوعي ورد عليه عشان دي مجموعه تبريرات العقل بمنطق لك التبريرات دي عشان يخليك تتفتن وتترك الصلاه وانت مطمئن. يقيناً في خسائر لكل واحد ما بيصليش لأنه زاهد في الصلاة. مش ممكن ربنا يساوي ما بين الذي يصلي والذي لا يصلي، ده ركن، ده الركن الأول في الإسلام بعد الشهادتين. ممكن الإنسان يخالف ربنا في فريضته وما يصليش، والله لا يخالفه في رزقه، ويفضل الرزق نازل، بس يقيناً في خسائر. وأول حاجة بيخسرها اللي بيستسلم لفتنة الزهد في الصلاة إنه بيحرم نفسه من الماحي الأكبر للسيئات أنا وإنت وكل بني آدم اسمنا كده عند سيدنا رسول الله الخطائين وده ما يعبناش كل بني آدم خطاء لكن بقية الحديث وخير الخطائين التوابون كتير مننا بيعمل غلطات بس ما بياخدش باله بسبب إنها منتشرة في مجتمعه بيعملها وينسى بيعملها وهو مصر عليها بعض الغلطات دي بتخليه قلبه محجوب عن الإحساس بقرب ربنا غلطات ممكن تتسبب في أنه يسلب منه النعم لأنه بيعصي بنعمة ربنا فربنا خلق لنا وإحنا بننسى نتوب أعمال ماشية ورانا زي الممحاة الأستيكة بتمسح السيئات دي حتى لا نذوق من شؤم الذنوب على رأسها الصلاة يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسجد لله سجدة إلا حط الله بها عنه خطيئة ورفع له بها درجه. طب كم سده بتفوت للشخص اللي سا اللي زاهد في الصلاه؟ خساره، الاعمار بتعدي. الخساره الثانيه الاكبر هي حصول الجفاء بين العبد وبين الله. الله جعل الركن الاول في الشريعه في الاسلام بعد الشهادتين الصلاه. وسمى العلاقه دي الصلاه يعني الصله ولم يجعل لها اي رخصه. يعني اللي مش قادر يصوم عشان مريض ولا مسافر ما بيصومش، في ناس ما بتزكيش معهاش فلوس، في ناس مش هتحج لان هي ما عندهاش قدره الا الصلاه. ليس فيها رخصه، ليه؟ لان ربنا خلق هذه الروح اللي هي سر ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي، حاجه بتاعت ربنا كده، وما اوتيتم من العلم الا قليل هذه الروح تشعر بالوحشه وتشعر بالجفاء مع الله لو ما بتصليش. ما هو يا احنا اللي صح لو احنا ما بنصليش والدنيا ماشيه زي الفل. يا اما كلام ربنا اللي صح. يوم ما قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقوتا يعني ربنا بيقول لازم تتواصلوا معايا. لما ربك يقول لازم يبقى يقينا ان الكلام ده وراه فايده وعدم عمل هذا الامر اكيد وراه خسران والا يبقى الأمر عبثي وحاشاه سبحانه وتعالى أن يأمر بشيء ويقول كتابا يعني فرضا ويكون الفرض ده عبثي وليس له فائدة ففي قطع للوصل ما بين الروح واللي ما بيصليش وحياته مستقرة جرب تصلي وانت تشوف حياتك وأنوار وسكون نفسيتك هتفرق ازاي وانا اللي يعني اللي عرفهم في رحلة حياتي القصيرة اللي ما كانوش بيصلوا بعد ما صلوا كانه كان عارف في الضلمه وطلع للنور كانه كان عايش على لمبه سهاري وطلع للشمس حتى لو كان فاكر ان اللمبه البسيطه دي هي النور ما كانش شاف ضوء الوصل مع الله الخساره الثالثه هتبقى في الاخر لو الواحد عاش زاهد في الصلاه ومات ما بيصليش يوم ما يجي قدام ربنا وسيدنا النبي يساله يقول له انت ما كنتش تعرف حديث أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإن صلحت أو صلحت فقد أفلح ونجح وإن لم تصلح قيل له هل لك من تطوع؟ طب عندك سنة طيب نجيبها نسد بيها خلل الركعات؟ طب لو ما عندوش سنة لأنه ما كانش عنده فرض هيروح فين؟ هيروح فين من الآية يوم يكشف عن ساق يعني شدة يوم القيامة؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. هنقول لربنا ايه؟ وايه اللي ممكن الواحد يستشفع بيه لو رايح لربنا الركن الاول من دينه مش عامله. ربنا يغفر لنا وسيدنا النبي يا رب يشفع لكن لو ربنا سالنا ما صليتش ليه؟ سيدنا النبي بيقول من نوقش الحساب عذب. لانه مفيش رد فيا من فتحت باب فتنه الزهد في الصلاه راجع الخسائر دي لانك انت تستحق انك تروح بين يدي الله وانت في قمه الامان يقينا اللي عايز يقفل باب الزهد في الصلاه الفتنه الكبيره دي ويدخل من باب الله القرب والمواظبة على الصلاة يقينا ربنا هيساعده لأن ربنا قال لنا وانتوا بتصلوا ثبتوا في كل ركعة سورة الفاتحة اللي الآية اللي في وسطها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم في كل مرة بتقول كده ربنا بيقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فهيساعدك أكيد فأول حاجة تعملها عشان تدخل على الله من بابه وتقفل باب الفتنة دي لا تترك ساحة الجهاد. إن إحنا نروح عند ربنا بنحاول نواظب على الصلاة أحسن بكتير ما تروح له تارك للصلاة. هحاول وانسى، هحاول وأكسل، هحاول واتشغل لغاية ما أثبت على الصلاة وقابل ربنا كده. وأغلب الآيات اللي بتتكلم عن الصلاة فيها معنى المجاهدة. ربك يقول والذين يمسكون بالكتاب، شوف يمسكون دي والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين فيها نوع من محاوله الاستمساك بطريق ربنا. ربك يقول والهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اسمع والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. في اوقات هتحتاج تصبر على انشغالك وتصبر على كسلك وتحاول انك انت تجاهده والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه الحاجه الثانيه اللي محتاجين نعملها حتى نغلق باب فتنه الزهد في الصلاه تفهم درجات الخشوع لان في بعضنا بيحس انه ما دام مش خاشع يبقى الصلاه ملهاش قيمه الخشوع عند العلماء ثلاث مستويات المستوى الاول واللي نزلت فيه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سيدنا عبد الله بن عباس المفسر الأكبر للقرآن بيقول كان الناس ينظرون في السماء وينظرون يمينا ويسارا في الصلاة فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون حتى ينظروا في القبلة فسكون الجوارح هو ده الخشوع عند العلماء مستوى مقبول من الخشوع وفي مستوى تاني مقبول من الخشوع انك تبقى بتصلي وبتفكر في اللي انت مشغول فيه من أمر الله فالأحداث اللي في حياتنا من أرزقنا وأشغلنا والحاجات اللي ربنا راضي عنها بس هي بتحط ضغط علينا ممكن يجي طفها في الصلاة وتبقى خاشع برضو مستوى الثالث العظيم انك انت تبقى بتصلي ولا يأتي في بالك شيء إلا الله والآيات اللي بتقراها واحنا بندور على ده وهنوصله إن شاء الله حاجتين كمان حتى تدخل على الله من أبوابه الواسعة وتقفل باب فتنة الزهد في الصلاة أول حاجة تنازل عن مغالطة بيسموها مغالطة غير منطقية فكرة إن في ناس كتير بتصلي وأخلاقها وحشة فمش كل اللي بيصلوا وأخلاقهم وحشة تبقى دي القاعدة تنازل عن المغالطة دي حتى كمان مهمة قوي لا تنتظر عوضا معينا لو صليت هصلي فربنا هيفك كربتي هصلي فربنا هيفك أزمة الشغل هصلي فهحس بالخشوع وابكي صلي لأن الله أمر وكل ده هيجي صلي لانك تستحق الا تسال يوم القيامه حساب شديد، تحاسب حساب شديد. واللي مش هيصلي يتخاف عليه يوم القيامه، رغم رحمه ربنا الواسعه بس ربنا اللي قال لنا، وسيدنا النبي اللي قال لنا عليه الصلاه والسلام. فلا نتكل على الرحمه، اتكال خلينا بنضيع الصلاه، الركن الاول في الاسلام. فلا تنتظر عوضا معينا وصلي لانك عبد وكل العطايا هتيجي. لو صليت هقول لك على حاجه هتحصل لك في الاخر هتكبر بخاطرك قوي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام راح يزور البقيع المقابر قبل ما ينتقل للرفيق الاعلى وقعد وسط الصحابه كده وقال اشتقت الى لقاء اخواني قلنا اولسنا اخوانك قال انتم اصحابي ولكن اخواني قوم اتوا بعدي امنوا بي ولم يروني فقالوا يا رسول الله كيف تعرفهم قال ارايتم لو ان لاحدكم خيل غر محجله، غر عندها ابيض هنا ومحجله ابيض في رجليها. اما كان يعرفها من الخيل الدهم البهم يعني السدى كحل قلنا يعرفها يا رسول الله قال كذلك قال كذلك تاتي امتي يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. اللي بيصلي النبي هيعرفه يوم القيامه. هي دي العلامه اللي بينك وبين سيدنا النبي. والعلماء في تفسير سيماهم في وجوههم من اثر السجود قالوا: يبعث اقوام يوم القيامه وجوههم كالكوكب يعني منوره فتقول لهم الملائكه من انتم؟ فيقولون نحن الذين اذا سمعنا الاذان قمنا للطهاره يعني الوضوء لا يشغلنا شيء عن فريضه الله. دي العلامة السيمة دي اللي النبي هيعرفك بيها وانت تستاهل انك تروح يوم القيامة النبي يعرفك عشان انت تعرف النبي عليه الصلاة والسلام فأقفل باب فتنة الزهد من الصلاة وقف على باب الله عز وجل تدخل من أوسع الأبواب على رسول الله يوم القيامة اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا من تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وترانا على غير مرادك فتصبر اللهم ان كانت اقتربت منك اجالنا ولم تقربنا منك اعمالنا فتول انت امرنا بما انت اهله وعد بفضلك على عبد تجرا عليك وغره جهله وانت به ارحم به من نفسه يا ارحم الراحمين يا الله والحمد لله